كلنا نسعى لاكتساب بشرة شابة وصافية وخالية من العيوب تماماً رجالاً ونساءً. واليوم ويانا الدكتور حسن إبراهيم كرداري، أستاذ مساعد للأمراض الجلدية في جامعة الإمارات. حياك الله. الله يحييك. الله يسلمك دكتور. دكتور، نعرف أن التأثيرات الخارجية وأحياناً تأثيرات الجسم نفسه ممكن تطلع إلى الخارج وتأثر على البشرة، سواء من حيث الحبوب أم الكلف أم البقع أم أشياء صراحة ما نستحبها، لأن دوم نسعى وراء البشرة الصافية والبشرة الشابة. صح. فيكون الحل الوحيد هو التقشير. صح. فمن خلالك دكتور بنتعرف على التقشير، ما هي تركيبة التقشير وهي أنواعه وشو هي استخداماته؟ صح. والله التقشير، يعني عملية التقشير عملية قديمة جدا، يعني كانت يعني جماعة الفراعنة هم أول من استخدموا التقشير، وعرفوا هالشيء هذا لأن كانوا يحطون مثل مادة كانت تطلع من أحماض الفواكه، فلما كانوا يحطونها على بشرتهم كانت يعني تعطيها مثل نظارة، تعطيها لون. فيعني لو تشوفين انت بعد الأشكال الفراعنة تحسينهم لهم بشرتهم كانت جميلة كانت. نعم. يعني قبل الليزر، قبل كل التكنولوجيا، كان التقشير موجود من زمان. والتقشير يستخدم في أشياء كثيرة، مثل ما تفضلتي قلتي إنه يستخدم للكلف، ونستخدمه بعد للحب الشباب، ونستخدمه حتى بعد الندبات واللي يسمونه السكارز اللي تظهر بعد، ومرات بعد نستخدمه للتجاعيد السطحية. والتقشير بعد عندك أنواع، فعندك الأنواع اللي الشخص يقدر يستخدمه في البيت، اللي هو التقشير الخفيف جدا. خفيف وايد، اكيد خفيف جدا، اللي يكون يعني أأمن انك تستخدمينه في البيت. وعندك التقشير الانواع الثانيه اللي الدكتور لازم هو اللي يسويه. خلينا نتكلم عن البروفيشنال التقشير، اكيد اللي يستخدم اكلينيكيا ومن قبل اطباء مختصين في هذا. صح. المجال. خلينا نتكلم عن الانواع، عن الدرجات الخاصه بالتقشير. الأول درجة هي درجة التقشير السطحي اللي احنا نسميه. التقشير السطحي يعني يشلك بس أول طبقة اللي على الجلد. أما بعدين ومن التقشير السطحي، طبعا نحن معانا أنواع عديدة من التقشير، هل هذا أحد الأنواع؟ هذه الأنواع اللي عندك اللي هي هني، وحتى العلبة الخضراء هاي، هذا التقشير اللي الشخص اللي يقدر يستخدمها في البيت منزلي، في المنزلي. فهذا التقشير ما فيها خطورة، هذه ما فيها خطورة في الاستخدام. بالضبط. فعندك يعني الجلايكوليك اسيد اللي هو يعني نوع من انواع التقشير، التقشير الفواكه، اذا كان مثل نسبته خفيفه جدا الشخص يقدر يستخدمه كغسول مثل هذا الكلنزر. وعندك النوع الثاني اللي هو اللي هي يسمونه الرينوفا ولا التريتينوين، اللي مستحضر من ريتينويك اسيد. اوكي، يستخدم على بالليل. شكل كريم دكتور؟ هي نعم. لا. الثاني يكون على شكل كريم، يستخدم بالليل. ولكن كنت هذا سؤالي كنت بسالك يا دكتور، ان استخدام التقشير يجب ان يكون خلال فتره الليل ونبتعد عن الشمس نهائيا، شو السبب يا ترى؟ السبب الله يسلمك، لان انت شليتي طبقه من طبقه الجلد، فالشخص يعني بعد اذا شلينا هالطبقه هذه الشخص يكون يعني حساس جدا للاشعه الشمسيه اللي لما يظهر فرض برا. يعني صح ان التقشير مهم، لكن اهم شيء انه يعني كيف يعني تحاولين ان تحمين البشره ما بعد التقشير. فعشان كذي دائما احنا يعني الاشياء اللي احنا نستخدمها اللي نعم. اذا ايضا هذا نوع اخر من انواع التقشير، هذا النوع الثاني يستخدم اكلينيكيا. هذا نعم، هذا كلينيكيا. نعم. في العياده هذا بيسمونه السلسليك اسيد، وبعد من انواع التقشير الخفيف. زين في السلسليك اسيد انه يستخدم في الحب الشباب. يعني هذا احسن تقشير لشيء الحب الشباب، لانه يتخلص من البثور ويتخلص بعد من الاحمرار اللي تظهر مع حب الشباب. نعم دكتور، هل هناك عمر معين علشان نقدر نقوم بعملية التقشير، أم كل الأعمار متاحة لهذه العملية البسيطة الكلينيكية؟ عادة نحن نستخدمها بعد فترة المراهقة، خصوصا يعني الأعراض الهرمونية اللي تظهر معه والإفرازات اللي تظهر في فترة المراهقة هاي. نقدر نبدأ التقشير. ما شيء خطورة حتى بالنسبة للمراهقين في عملية التقشير؟ على حسب نوع التقشير، حسب الحالة وحسب النوع. بالضبط. إذا كان التقشير سطحي لا بالعكس ما في أي خطورة. هذا النوع آخر دكتور تستخدمونه كأطباء جلدية؟ نعم. هذا اللي هو اللي إحنا نسميه الريتينويك بيل، مثل الأخضر هذا اللي يستخدم في البيت، لكن هذا مركز أكثر، فيستخدم بس في العيادة، ينحط زين ونتركه حوالي قريب 6 ساعات، ونخلي بعدين المريض يقدر هو يمسحه بعدين في البيت. نعم. نستكمل ايضا باقي الانواع من انواع هذا اللي عندك، هذا الجلايكوليك اسيد اللي هو حمض اللي دائما مع الناس يعرفونه بحمض الفواكه. نعم. وعندك انواع لان اكثر من تركيز عندك، ودرجات بالضبط. نعم. فعندك ال 30 40 لحد ما توصلين قريب ال 70 يعني. فهذا النوع من التقشير بعد يستخدم. التقشير الثاني هذا الجلايكوليك هذا لازم يعني ينظف قبل
قبل ما الشخص يطلع من العيادة. نعم. آخر نوع من أنواع التقشير الموجودة ويانا دكتور؟ هي هذا اللي إحنا نسميه الترايكلورو أسيتيك أسيد TCA. هذا أعمق من التقشيرات اللي إحنا تفضلنا قلناها رونا. هاي عادة إحنا ما نحاول ما نستخدمه ولا نخففه بشوي بزيادة، لأن عشان لبشرتنا إحنا البشرة السمراء لها أعراض سلبية إذا استخدم فرضاً إذا كانت يعني كان تركيزه أقوى. نعم. فلأنه يقدر يخلي. شو الحلال اللي تنصح في استخدامها دكتور؟ لهذا التقشير. نعم. هذا التقشير هذا عادة يستخدم لل يعني للندبات اللي ظاهرة ما بعد حب الشباب. نعم. نقدر نستخدمها شيء. علاج هاي الندبات وهاي العلامات. هنا. نعم. دكتور نصيحة أخيرة فيما يخص التقشير. التقشير مثل ما أنا تفضل قلت يعني من أقدم الأشياء اللي إحنا كنا نستخدمها من أيامها. لكن استخدامه الصح هو مهم. فمو بس الاستخدام الصح بعد يعني ما بعد التقشير. نعم. يعني لازم الشخص بعد لازم يحافظ على بشرته ويحافظ على يعني لما يظهر فرضا في اشعه الشمس وهذا انه يحافظ يحط الواقي للشمس هذا بعد مهم خصوصا ما بعد التقشير. شكرا لك الدكتور حسان ابراهيم كلداري على هالمعلومات القيمه اللي دوم تقدمها لنا عبر برنامج حراير. الله يخليك. اذا مشاهدينا الكرام فاصل بسيط ولحظات بسيطه ونعود لكم.